مساء الخير ولقاء جديد يجمعني معاكم. بهاللقاء راح أخذكم برحلة بسيطة من خلال تسليط الضوء على بعض الزوايا المهمة في حياتنا اليومية وخصوصاً حياة المرأة. اليوم راح نعرف ليش هابي وايف هابي لايف من خلال ضيفنا اللي راح يكون معانا بعد شوي في هذا الاستديو. نهدف دائماً في حياتي نوضح جوانب وايد تهم كل سيدة في المجتمع، ومن الزوايا اللي أحبها أنا وايد هي مطبخ حياتي. بحاول في كل مرة أقدم لكم من خلال مطبخ حياتي فكرة أو طبخة جديدة. اليوم شفنا غير الشيف، اليوم هو الفنان مشعل الشايع راح يساعدني في هذه الفقرة. حياكم الله في حياتي. يا مساء النور عليكم حبايبي مشاهدين حياتي على الراي، فقرة الطبخ. احنا هنا جمعية خالدية مشكورين إدارة جمعية خالدية ان خلونا ندش هناك وراح نتسوق وناخذ مغادير طبخة حلقة اليوم. عندنا مكتوب كل الورقة هذه على فكرة متعوب عليها وكل المقادير موجودة، وعساكم بهالحال واحسن. راسي حبايبي تفضل معنا، تفضل يبا، العين اوسع من المكان. حياكم الله. اسم البرنامج حياتي يا بعد عمري. راح ناخذ المقادير كلها. طبعا اخي في الاعلاميه فاطمه ما تدري شنو الطبخه، اذا انا اساسا ما ادري شنو الطبخه، لكن انا اللي اعرف انه فيها دياي وفي عيش وفي مرق وراح اني ايوه الله. طبختك شنو؟ شوفي طالعه انا ما راح اقول لك طبخه شنو، بس انا الله يحفظك عندي المقادير اشوفهم. اي زين. دياي ساديه، بهارات مشكله، كركم، كزبره، كمون، هيل. زين. لازم يكون هيل شوي شوي، لا هم ما وصلها. فلفل اسود ناعم. في غرفه عندنا زعفران، ماجي كيوب، ملح، خل، بصل، ثوم، دارسين، اعواد. زين تعال هني الخضار، خلنا ناخذ الاشياء الخضرويه. وحق السلطه انا نسيت بسوي سلطه. شفت شكيتك. ها بتسوي سلطه؟ بسوي سلطه. اوكي شو رايك؟ عرفت. انزين الحين ناخذ شنو هذا؟ سلطتك خالصة؟ جاهزة. أنا ما عندي من يسار. أنا ما عندي من يسار. بهارات. أيوه. تبي زعفران؟ زعفران طال عمرك. زين. الله. شنو بعد؟ الله زعفران. زعفران. وتبي عندنا فلفل أسود؟ الله يا فلفل أسود. الله. هيل. فلفل أسود. هيل. تفضل. فلفل أسود. هذا هيل. هيل حب ها؟ هيل. ايه. لحظة. هذا هيل باودر. هذا هيل حب. هذا الحب. طبعا شيف مشعل ما حد يتجرأ يوقف يمه لان انا وقفت يمه راح اضيع، فعشان شي قلت خلينا نقعد هني وجاب المشعل ونقول له مساء الخير. مساء الخير، يعطيك العافيه. شو الاخبار؟ ان شاء الله مرتاحه. طبعا انا جدا مرتاحه. عسى بس ان شاء الله تدوم. عقب طبختك ما اعتقد. ان شاء الله تدوم. شوف هي الراحه. إيه؟ الراحه على فكره الواحد عايش ميت مرتاح. مرتاح. ان شاء الله عقب الطبخه مرتاح. متسمم. مرتاحين عايشين. نعم مرتاحين عايشين. احنا جبنا كل شيء طال عمرك. عندنا كركم ناعم، فلفل اسود ناعم، فلفل اسود حب، كزبره ناعمه، كمون ناعم، هيل او شوي شوي حب، اكسترا، بوتي، دياي، ماجي كيوب، معجون. والعيش هذا الكلام الكبير ما نحط الدعايه. يقولون عاد انت حريف عيوش. انا ملك العيش. ايه؟ بدون منازع. منطقتنا ملك كل شيء. ملكه ها. فاليوم للاسف راح اطبخ لكم طبخه ان شاء الله جميله. نسينا الملح والخل والدهن. زين وين اللي دام؟ بس بهارات؟ لا احنا نمون على الدياي، بنسوي دياي اليوم فمطرشينها بس شوي. تسوي صلاة؟ قاعد تسوي تان، مطرشينها تسوي تان. زين وياي باذن الله. يعني ايش بنسوي اليوم؟ اليوم طال عمرك بنسوي رحنا برشامه هالطول. والله هم ثنتين وجه وظهر. هدينا بزوجتي ام فاطمه الله يحفظها. هدينا فاطمه اليوم وقعدنا بس نكتب بالهذا. زين وبالطريق وانا موديها بيت امها. ايه؟
هم قالت لي سو كذا وكذا وكذا. وصتك علي؟ وايد على فكرة، وايد تحبك. أنا مو وايد وايد تحبك. زين. على طاري فطوم. في مرة كانت تلعب بالألعاب. بالألعاب. هدت اللعبة. جتك ركض طايرة. أنت سعيد فطوم جايتني. عبالك بالأحضان. سوت؟ حكتني طراق. ليش؟ ها؟ ليش؟ غرامها أشمخك. أطقك طراق. وأنت لازم تضحك. أوكي. ولازم سعيد ولازم تستقبل مني طراق ثاني. إننا متوحش أبوها علمتها التوحش. أنا أسد بس برا البيت. بس برا البيت. لكن داخل البيت. جاية ماجي. لا أنا أطبخ لهم قصدي يعني. تستاهل. إنزين شو سالفة الخدامة اللي انحاشت؟ لا هي ما انحاشت. أدتنا. زين. إي والله. ساعات ما تعامل توتة عدل. زين. إي. ما اقدر انا. احنا شو نسوي موسيقى يعني تصويريه؟ نايم نحط الحين؟ او نطلع او نروح فاصل. نروح فاصل نبكي ونرجع؟ او ليش نروح فاصل؟ خل فاصل يجيك. ايش كثر رحنا فاصل؟ اسف. انزين على طاري الخدامه. راحت طال عمرك. في مره كان عندكم طيور حب. اي. وفجاه شوف انت معضل ها؟ نادي ليل نهار. ايوه. الواحد يخاف يطالعك بس. الله يحفظك. بس لما يطلعون طيور الحب من القفص شو تسوي؟ انت مفلصه مع زوجتي؟ انتم مفلصين مع بعض؟ لا انا يبا ايه ما قالت لك. انحاش طلعوا من القفص يعطين يبطلون هذا وين اللي نحط الاكل والماء العطراب يبطلونه وكذي ويطلعون رؤوسهم وينحاشون. زين حلو؟ اي ينحاشون. الفيلم وين؟ بيتنا القديم قبل اني البيت الجديد، مطبخ كان عود. زين فكانوا يدورون بالمطبخ. زين صيدهم؟ لا ها على وضو كنت. معقولة مش على الشايع يا جماعة يخاف من طيور حب. لا هو ما الفيلم انه قفل باب المطبخ على الخدامة وقال لها ان ما رحتي صدتيهم راح اخصم معاشك. ثلاثة اشهر قلنا معاش ماكو. ثلاثة قصيت على قلت انا ادزهم سيلان. ما صدتهم. لا صادتهم هي ما قصرت، انا كنت كان عندي اتصال شغل. كان طالبيني برنامج. فمو فاضي تصيد الطيور. مو فاضي اي وعلى وضو كنت. زين فانت الطيور اذا ميتين ما تخاف منهم نفس الدياي اللي بعد شوي بتجينا يمكن باكر تجينا. اي لا لا هذا بتعيش عقب الاكل. عندها رب بتعيش. زين يبنا كمون ناعم. زين. ويبنا هذا مشكورة اول شيء على المساعدة القوية بالجمعية. اي والله كنت ضايع. اي والله ما ادري ليش نبي ندور المقادير رايح صوب العلوج. وهذيل بعد هذيل حلوين راح نطبخ طبخه جميله اليوم وعندنا مفاجاه في نهايه الطبخه. في مفاجاه؟ نعم مفاجاه في نهايه الطبخه. عادي ناخذ فاصل وادز حق ام فطومه اعرف الفاصل؟ اي اي لا وهي قاعد تبدل تبدل توته بنتي فسويت المفاجاه فيمكن ناسيه. فيمكن ناسيه لا تسالين. اي احنا نطلع فاصل اي ونرجع شود احنا مذهبين اشياء. انا جاهز انا جاهز. أوكي. انا جاهز. تبي شيء؟ ابي الديايه. ابي الديايه اي والله وماي. تبي الديايه والماي؟ اي زين اوكي عقب الفاصل. عقب الفاصل. عقب الفاصل. مش على انا ودي بس نعيد حق الجمهور الاشياء الغريبه العجيبه اللي سويتها بالفاصل. شوف استاذه طبعا احنا حطينا ماء زين وبالجذر وحطينا طال عمرك الديايه عقب ما ايش سوينا عقب ما كذي دلعناها بال وين المكتوب بالتشيس. اي عقب ما دلعناها كركم وخل وملح نسينا الخل. زين نسينا الخل. اي لا كان لازم بالتشيس مشعل. اي هو مو اي شيء نحط وخلاص. اي احنا ايش سوينا؟ ايه؟ احنا ما جبنا الديايه ودهناها شيء وسوينا لا في طريقه ثانيه ان تنحط الديايه بتشيس وتنحط كل السوالف هذه وهذه وترجها رجه خفيفه. رجه مبرحا حتى تستغيث. عرفت شلون؟ انزين. اي فقمنا حطيناها بالماء طال عمرك والماء هذا راح قام يتشتش. زين زين الحمد لله هذا ترى بشارة خير. هذا العيش. هذا العيش مستوي. هذا العيش من ذاك الاسد. شوفي طال عمرك فحطينا هذا الحين حطينا بصل مقطع اربع قطع ثوم عدل. عادي تورينا شلون قطعت البصله؟ اي عفا عليك هذه واحده لان فيها فن. نعم طريقتك فنيه. هي الاربع حركات. هذه حركه. هذه الثانيه.
هذه الثالثة ارمي. عرفت شلون؟ اي يعني اتمنى ما تكون المرقة بناكلها. لا لا اساسا لا تحاتي. زين الثوم؟ الثوم مقشر. عرفت شلون؟ بس لان كل واحد وطريقته فممكن الثوم يعني مو شرط تحطينه عدل كذي ياخذ عشان يشرب هذا. ها؟ طبعا حطينا عيش هني. عيش ترى العيش بدا يستوي عن جد. اي لا انا قالوا لي الحبه انتفخت شوي انتفخت. انت كل شيء قالوا لي. كل شيء قالوا لي. ولا فهمت من اللي قالوا لي ولا شيء. قمت كتبت ورقه. عرفت شلون؟ عيشنا ان شاء الله بعد يبي له شوي على ما يستوي. الديايه حاط فيها زعفران ذات واي صارت صفرة صح؟ نعم نعم أوكي. نعم الزعفران ضروري جدا. احنا نحب شنو عشان نشيل الاصفره. حلو. من المواد ها؟ والله حافظها حفظها. نعم احسنتك. حطينا البصل حطينا الثوم عندنا ورق غار. أيه؟ هذا اللي رديناه امس لان قلنا ما احنا محتاجين احنا ما نبي اساسا. انزين. ونحط جميع البهارات اللي دارسين اهم رديناه لان مو محتاجينه. هيل عندنا هيل بنحط هيل هذا الهيل هذا الهيل. كميه الهيل كل ما تكون وفيره كل ما يصير احسن. ليش يبا يعطي نكهه حق هذا يعطي نكهه يصير لكله خنينه. عرفت شلون؟ فلفل اسود طبعا انا غرامي الفلفل. عرفت شلون؟ وبالذات اللي صار اسود عرفتي خليها تشرب كذي وايد حط كذي انت تعتبر كريم جدا بالفلفل. نعم هو شنو شويه اكسترا سبايسي. اكسترا سبايسي شفتي على وجهي وانا قلت اكسترا سبايسي. عرفتي المعجم متى طال عمرك؟ عندنا مسمار مسمار رديناه لانه مو محتاجينه. فلفل اي فلفل. كزبره وكمون ما ادري متى مكتوب بالورقه بس الحين مو مكتوب لنا الحين نشيك على العيش مالنا. انزين قام والله كنا صار زين. لا لا بعد في ماي في ماي مشعل. انا قصدي انه كنا صار زين مع الماي يعني او راح يصير زين. انزين الحين هني ايش راح نحط بعد؟ هني طال عمرك عندنا ليمون مقطع. ليمون مقطع. عطنا ليمون مقطع. وعندنا الزيت بعد لا تنسى تحط الزيت. الزيت مو الحين طال. الزيت مو الحين؟ نعم. عقب ما نخلص من الماي ديش الساعة شنو؟ زين. ان يعني شنو هذا صوت شنو هذا؟ هذا صوت العيش طال عمرك ما ماك شغل فيه. زين. زين عشان يطلع من هنا وشي حلو. نعم. انساه. الحين حطينا الليمون. حطينا الليمون أربع قطع متوسطة الحجم. حلو. زين انا راح اخليك تخلص المرقه هذه. اي انزين حساء المشعوذات اللي هتسوي. انا على فكره ومو طبخه انا مسوي عمل. شاكه فيك وانا اكمل فقراتي وارجع لك. مو تروح مني وني. شوفي اخر فقره لازم موجب اللي قاعد اسوي مو كل هذا في ربعنا على عمي طبع على راسي حبيبي. تواجه كل سيده وايد امور في محيط اسرتها خصوصا الاشياء المرتبطه في شريك الحياه. وأنا يهمني وايد أن كل سيدة تكون عندها مهارات التعامل مع الزوج وتكون فعلاً سند وعون. شو رأي فيني هالفقرة هذه وايد مهمة لك؟ أنا ترى أنا أسد السند والعون أهم شيء. وايد سند وعون أنا. إي والله لازم كل مرأة تكون بالنسبة لزوجها كل شيء في حياته. تفاصيل وايد ها؟ أقول لك بعدين أقول لك تفاصيل يعني تفاصيل وايد تفاصيل وايد تفاصيل وايد بنعرفها اليوم عن كيفية صنع المرأة بيئة حب مناسبة لزوجها وشلون تقدر تخليه يساهم في أنشطة البيت مع ضيفنا مدرب التنمية البشرية الأستاذ إبراهيم الشطي. رحب فيك ونقول لك مساء الخير أستاذ. مساء النور. تفضل حياك الله. نورت استديونا. أنا ما أنصحك تاكل من طبخة مشعل. أنا بجرب آخر شيء. بتجرب؟ لا بجرب. ليش لا بجرب؟ أنا نفسي ما أنصح. مستحيل أذوقها. طبعاً أستاذ إبراهيم أول سؤال راح نسألك إياه كيف تجذب المرأة زوجها للبيت والأنشطة الأسرية؟ يمكن وايد عندنا يعانون من هالشيء كله بالدوانية كله بالمطبخ يعني الزوج دائما متشتت بين عدة أماكن شلون أخليه يرجع إلى البيت؟ أول شيء مسي عليك سادة فاطمة ومسي على الأخوان والمشاهدين والمشاهدات. أنا ودي بس إني أبين لك شغلة واحدة. تفضل. شنو الفرق ما بين المرأة والزوجة؟ نعم هناك في فرق ما بين المرأة والزوجة في الآية الكريمة تقول امرأته نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين. شنو الفرق بين المرأة والزوجة هني؟ المرأة تكون مرأة في البيت لكن الزوجة هناك في تآلف في تجانس بالفكر بالدين بالجنس حتى كذلك هني تسمى المرأة لكن كانت امرأة لوط وامرأة نوح أعاذنا الله كانوا كفرة ما كانوا مع الزوج فما في تجانس ما في تعارف
بس بغيت ابين لك شنو الفرق ما بين المراه وزوجها عشان ندش في الحوار. نعم. سؤالك شلون المراه تجذب الرجل الى البيت. نعم. صح؟ صحيح. الرجل لها انماط كثيره. لابد انه تكون بعض انماطه ما نبي ندش بالانماط اكثر. يكون عنده شيء معين يجذبه داخل بيته. ليش احنا نقول الرجل، نعكس السؤال، ليش الرجل برا بيته اكثر؟ ليش بالدواوين اكثر؟ ليش يميل الى المباراه برا اكثر؟ نعم. ليش يميل الى على قولتهم بروح العب جنجفه بالديوانيه؟ هذه كلها امور في داخله صحيح يبيها هوايات. اذا انت يا المراه الذكيه كوني شويه من يعني من ذكاء ربعه وقولي ترى اليوم احنا عندنا نبي نغير شيء في البيت، ايش رايك نتغدى برا؟ اتصل في تلفون، احنا يا كثر ما عندنا الواتسابات. صحيح. الواتسابات ندش على جروب يا نحطها الويوه اللي تضحك والويوه اللي تقبل والويوه والورده الحمراء. صحيح. انا استغل هذا الشيء اني انا احط له الورده الحمراء وقبله واقول له اليوم ايش رايك نروح ما ناكل عند مشعل؟ لا نروح برا نتغدى في احدى المطاعم. طبعا هو بيستسيق هذا الموضوع وبيستغرب ايش عندها المراه، اكيد في شيء. فطبعا بيواعدها ويقعدون وكانهم ما شاء الله تبارك الرحمن متجانسين اكثر. نعم. ترد في ايام ما كانوا بدايه الزواج يعني. عنده من ناحيه المباراه تقول له انا اليوم انا ودي اسوي لك الجلسه الخاصه، القهوه والشاي والحلو ونطالع المباراه مع بعض. بالضبط، نطالع المباراه. نعم. يا بعض. هل هذا راح يخليه ما يروح القهوه مع ربعه يطالع المباراه وفعلا يقعد بالبيت مع زوجته يطالع المباراه، او يلعب بالجنجفه بالبيت مع زوجته ما يلعبها بالديوانيه؟ والله ليش لا، اذا كانت المراه ذكيه ومعطاء ومتسامحه وعلى قولتهم يعني بالكويتي خلينا نقولها لسانها مو هو طويل وحبابه وخلوقه، انا اشوف انه والله الريال اذا ما طاعها اسمحي لي في خلل، في خلل عنده هو. نعم. انا اقول الريال المعطاء اللي يعطي بيته وعياله، والمراه المهتمه تقدر تجذب الريال الى هذا. يعني المراه تقدر تصادق زوجها وتعوض عن الصديق فعلا. بالضبط بالضبط. نعم. بالدرجه الاولى. بالدرجه الاولى. لا يمكن للزوج انه ينظر الى اصحابه وعنده زوجه كامله الاوصاف على بعض. نعم نعم. فالزوج البيتوي تبحث عن امرأة ذكية. بالضبط. وصديقة. بالضبط. نعم. الدرجة الأولى الصديقة بالدرجة الأولى. نعم. الحبيبة بالدرجة الأولى. كل شيء كل شيء، اللي متسامحة. نعم. اللي تقدر، اللي تحترم بالدرجة الأولى. نعم. والحب هو الاحترام. البيئة. نعم. بيئة الحب المناسبة اللي لازم أسويها من لحظة دخوله إلى المنزل بعد يوم عمل طويل. نعم. شنو المفروض أني أنا أسوي؟ شنو تكون البيئة؟ البيئة اللي تسويها، اللي تخلقها المرأة مثل ما علمتك، تخلق لها بيئة إيجابية، وايد إيجابية. في ملابسها، في شكلها، في ابتسامتها، في حبها له، تبين انه فعلا تقدر الموقف اللي هو فيه، تشوفه من ملامحه. صحيح. اذا هو كان مكتئب ولا كان مستانس، ترى الرجل ترى مرات ينقلب الى 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 طفل، يحتاج الى ام. صحيح. يعني مثل ما تفضل مسي بالخير دكتور الحبيب الله يبارك فيه، الدكتور البروفيسور السعودي قالها مره، طارق الحبيب. نعم. قالها مره ان 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 المراه والرجل، هناك اب، المراه ام والرجل اب. صحيح. والمراه بالغه والرجل بالغ، والمراه طفله والرجل طفل. فشلون يتكافؤون في الزواج؟ نعم. فانت يا المراه حاولي انك انت تكونين محتويه هذا الرجل باي طريقه كانت، تحتوينا في كلامك، تحتوينا في احضانك. يعني الى متى احنا متنافرين من في عندنا برود. نعم. المراه بالكويت بشكل مش بالكويت خاص، بعد حتى للخليج احنا نتكلم بالخليج. ايش كثر تقول حق ام فطومه احبك؟ انا والله وايد. هي تقول بعد شوف المراه. ايه. تحب انه ينقال لها احبك اكثر ما هي تقول. اي صحيح، طبيعتها كذي. صحيح. او مثلا اعتقد انا كذي. فليش لا قول لها احبك؟ وناستها تدري وين؟ مو احنا قاعدين مثلا، اتكلم بشكل مو احنا قاعدين اقول له احبك، اوكي تستانس، بس انه لما اكون مثلا بالنادي
فتدز لي واتساب مثلا ترى نبي كذا وكذا بس ما قلت لك حلو حلو الجو انه ها وانت بالنادي واتساب ها تستانس لما تطرش لك واتساب حاطت لك القبلة وحاطت لك الوردة الحمراء وش رايك انت عشا يا مشعل ايش رايك انا تدري شنو عاد احط لها هذه اللي لابسه احمر اللي ترقص عرفتوها بالسعادة اللي فيك انه يا واتساب منك وحلو يعني مو بس احبك خلاص عشان ما تصير انه اداء واجب يعني صحيح ها حياتي فديت عمرك حاضر عيوني تامري ترى ولهت علي ترى بالذات وانا عند ربعي مثلا لو كان دواني انا ما اروح دوانيات لو كان دواني لو كان بالنادي او بالشغل وكذي اعرف شلون كافي انك ذاكرها اي كلام هي عقب هالحلقه بتحبك لا شافت التريم بشي قاطها انت الفوطه هذه عرباوي تحبك عرباوي نعم تحبك وايد انزين استاذ ابراهيم دائما الكلام موجه للمراه لازم انت تخففين ضغوطات العمل على زوجك لازم انت لازم انت لازم انت طيب في على عاتق الزوج ايضا تقع مسؤوليه لانه حتى انا مضغوطه حتى انا عندي شغل حتى انا وراي مليون مسؤوليه ومثل ما انت قلت المراه متشعبه وراي اليهال وراي الهوم ووركس وراي الجمعيه وراي الطباخ وراي اشراف على الخدم لو ما اطبخ بيدي بس انا قاعده اشيك على شغل بيتي ووراي الزوج وراي ضغوطاتي انا ونفسيتي زين هو شنو واجبه هني ودوره تجاهي شنو ممكن يقدم لي شوفي الزوج الزوج الذكي نعم. الزوج الفطين دائما يخلق له جو ايجابي وهو داخل البيت يعني مثل ما تقول عنده مثل كياس جايبها من الدوام كلها سلبيات وكلها ضغوطات يخليها عزك الله يم الزباله نعم. يطها برا ويجي داخل حتى لو انه مضغوط يضحك مساك الله بالخير شلونك يا ام عيالي ها شنو غداك اليوم ومضغوط الحين هو مضغوط يعني انت مثل ما ضربت الحين ضربنا المثل مساء هو رجل مضغوط وشلون تجابله لكن انا اقول لك هم الرجل هم المراه لها 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 يعني لها شعور لها احساس عندها يا هلا حبي يا هلا حبيبتي يا هلا ابوي شلون العيال شلون الاحفاد شلون الموجود شنو ايش عندك اليوم شنو ما عندك فياخذ ويعطي وياها صحيح فهي تحس عند مثل ما تفضلتي هي متشعبه الحين بالها وين يا كماري ايش صار على المطبخ لكن هم بترد له وبترد بتجاوب سؤاله فهو انا اقول الزوج الذكي هو اللي يجهز له يعني ولو حفنه من الحب والعاطفه وهو داخل البيت شكرا استاذ ابراهيم انا تعلمت اشياء مهمه جدا اليوم وراح ابتدي من هاللحظه اطبقها واخليها من العادات الايجابيه في حياتي وعلى فكره المعلومات في حياتنا وايد لكن المهم تطبيق هذه المعلومات راح نقوم انا وياكم ونشوف مشعل شنو جهز لنا سلام مشعل عليكم السلام انا خايف لايك انا خايف اوقف وايد انا وايد خايفه يا هلا يا هلا لان في تشتشه قاعد تصير بس بذمتك مو ريحه حلوه هي الريحه عجيبه الريحه حلوه لدرجه ان حلوه يعني لدرجه ان شنو بس الدياي مراده تستوي ترى احنا لا امبلى ترى محتاجين امبلى بس لازم تحط لها المعجون مشعل انا خليتها هني ابيها تستوي هني بتالي هني على الزيت هني حطينا شنو طال عمرك حطينا معجون طماط وحطينا مكعبات ماجي وزيت وحطينا زيت طال عمرك سمعت التشتشه نعم وشويه خل وخل نعم هاي صوص نعم انزين الحين انا ودي اجيب الدياي اخليها بدل يعني هي جربت هني انزين ليش ما تجرب هني صح بالعكس كتغيير حتى الدياي هم لازم تغير مكانها تقعد هني انا بجرب الصوص بس بعد الفاصل مشعل اي اطلع لنا فاصل خلينا هاي يبا اطلع لنا وين كاميرتي كيفك اللي تبي اهلي على الكري طال عمرك حلو تعلمت في حياتي ان انا نطلع فاصل ونرجع يلا زاوية مهمة في حياتنا وكل سيدة تحب أن تهتم فيها باخذكم مع شوية معلومات ونصايح حول موضوع التجميل والجديد في هذا المجال والزاوية بنعرف فيها معلومات تهم كل امرأة تفاصيل أكثر بيكلمنا عنها البروفيسور الدكتور عزة بدوي استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية في مستشفى السيف
في حياتي نبحث دائما أنا وياكم عن الأفضل، واليوم في فقرتنا الطبية أكيد إحنا في ضيافة مستشفى السيف ومع استشاري أمراض الجلدية والتناسلية دكتور عزة بدوي وأستاذ في جامعة إسكندرية. فخلونا نرحب بالدكتور عزة وجميع الأسرار للبشرة والتجميل راح يقول لنا إياها اليوم. مساء الخير دكتور. مساء الخير، أهلا وسهلا. طبعا سعيده اني انا التقيتك في برامج اخرى وفي احاديث اخرى، ان شاء الله يكون انترفيو كذي سريع وبسيط للمشاهدين عشان يعرفون اخر ما توصل اليه هذا العالم الجميل. اهلا بك واهلا بالمشاهدين. الله يحفظك. دكتور عزة، يمكن دائما في الطب في تطور خصوصا في مجال التجميل، يعني مثلا كنا قبل دائما نستخدم البيلينج، الحين في طلع اشياء ثانيه تعوضنا عن البيلينج، وتعرف ان البيلينج يبي له مثلا اسبوع ما تعرضين للشمس، ما تطلعين في قشره على الوجه. نتكلم عن البيلينج، نوايتي نسأله عن تنقيه البشره وان توحيد اللون، وشنو البديل اللي ممكن نستخدمه عوضا عن البيلينج؟ عندك حق لتي، يعني هو في انواع كثيره من البيلينج، ومع الوقت اصبحنا يعني نبقى حريصين اكتر في استخدام البيلينج، خاصه لما يكون الجو فيه شمس طول السنه. صحيح. فالواحد لازم يبقى يخلي باله. الاتجاه العام لو هنستخدم بيلينج يبقى درجات خفيفه من البيلينج، ما يكونش بيلينج قوي او تقشير قوي، عشان ما يكونش تاثير قوي واثار البيلينج بعدها بتبقى احمرار طويل ويطول كتير. فكل ما كان يبقى الجرعات بشكل اخف كل ما كان احسن. طبعا احيانا بنكون مضطرين نستخدم بيلينج بشكل قوي، بس بيبقى المريض عارف وحريص ويبعد عن الشمس الفتره المناسبه حسب درجه البيلينج. طبعا غير البيلينج اصبح في الليزر، والليزر في انواع من الليزر بتعوض البيلينج. الليزر مثلا، الليزر في درجات من الليزر وانواع مختلفه من الليزر، ف ممكن نستخدم مثلا الليزر الكربوني بشكل يكون ان هو بس مجرد بيشيل جلد الميت، فمش مش بيلينج، مش تقشير، ولكن مجرد ان هو بيشيل جلد الميت. نعم. في ممكن نستخدمه نفس الطريقه، فبيعوضنا شويه عن التقشير لو حبينا نستخدم كليزر. ندخل بعد كده انواع تانية من الليزر، زي بعض انواع الليزر الفراكشنال ليزر ممكن تعوضنا عن التقشير القوي. نعم. وتنفع للتجاعيد الفراكشنال، وتنفع للتجاعيد. نعم. بس لما نقول التجاعيد برضو حسب درجه التجاعيد، لما بتكون التجاعيد خفيفه طبعا النتيجه بتبقى اقوى واسرع بكتير. التجاعيد العميقه او الكبيره لا، محتاجه جلسات اقوى واكتر شويه، وفي الحاله دي بنضطر نستخدم حاجات تانية معها، مش مجرد بس ليزر. مع الفراكشنال. ليزر مثل يعني احنا مثلا لو قلنا هنستخدم البلازما او البي ار بي مع الفراكشنال ليزر هيدي نتيجه اقوى، خاصه لو كانت التجاعيد اكبر. ممكن يتعمل جلسات شد قبل الليزر او بعد الليزر، او يتعمل وسيله ثانيه مع الليزر عشان النتيجه تبقى قويه واضحه. وسيله ثانيه نتكلم فيها مثلا الحين عن الخيوط، لان هذه مسويه ثوره. وانت اكثر واحد خبير في هذا المجال، وما شاء الله يعني يقولون الخيط عندك خيط، فمو شهاده مني لكن من اللي انا سمعتهم، يعني اللي يوسووا فعلا يقولون الخيط في مستشفى السيف عند دكتور عزت فعلا قاعد يجيب نتيجه من اول ما نسوي الخيوط، مع انه هو المفروض نتيجته بعد فتره تبين اكثر. نتكلم شويه عن الخيوط وشلون هذه قاعد تعوضنا عن الجراحه. الخيوط التي برضو طفره، يعني هي الخيوط موجوده بقى لها فوق ال 25 سنه. في البدايه كانت خيوط دايمه بتبقى موجوده على طول وكان لها مشاكل كتير. في الخمس سنين اللي فاتت بدات الخيوط تبقى اللي هي الغير دايمه، اللي هي بتدوب، ودي امن بكتير، واصبحت انواع مختلفه. في خيوط منها بتبقى بتشد بشكل قوي من البدايه، ولكن بيبقى مبين على الوجه، يعني بعض التورمات الشكل بقى مش سوي اول ايام، وبعدين بتروح وتلاقي بشره كويسه. وفي انواع جديده كمان اصبحت ما تسببش اي، يعني ممكن نعمل الجلسه ممكن تخرج المريضه ومحدش ملاحظ انها عامله اي خيوط. نعم. ممكن احمرار شويه وتروح. نعم. العمليه مؤلمه؟
الخيوط الجديده يمكن اخف الم. احنا بناخد مخدر، ممكن يكون كريم، ممكن يكون ابر، بس حاجات موضعيه وبسيطه، لكن في كتير عملوها بدون مخدر. يعني درجه الالم بسيطه لان الخيط نفسه خفيف وألمه بسيط. نعم. لو المريضه يعني خايفه، لا بنستخدم مخدر بسيط حتى، يعني بس بتخرج عادي يعني يعني مش نعم. اللي مسويه يعني بيرمننت فيلر تقدر تسوي الخيوط ولا يتفاعل؟ لا احنا بنحاول نبعد، يعني مشكله الفيلر الدايم احنا نبعد عنه بشكل الامكان، يعني بقدر الامكان احنا بنحاول نتفاداه. فلو مكان الفيلر ما نحاولش نعدي الخيط ناحيته، ولكن نعم. بنبقى قريب، يعني ممكن نعملها بطريقه بحيث نتفادى الفيلر الدايم ونحط الخيط. نعم. يكون طريقه سطحيه، يعني سطحية. يكون سطحي نعم. وبعيد عن الفيلر، ولو اضطرينا ممكن ناخذ مضاد حيوي بعدها. طيب هذه الخيوط مو نفس الخيوط اللي كانوا قبل يسوونها اللي ترفع الحاجه وبعدين كذي وانقطع الخيط ونزل الحاجه فجاه؟ لا لا لا. لا هذه غير، دي غير مختلفه تماما. نعم. وتحفز الكولاجين. يعني نعم. معظم الخيوط الغير دايمه الهدف منها هو تحفيز الكولاجين، فبالتالي هي بتدوب وفي نفس الوقت بيكون تكون مكانها كولاجين. نعم. والكولاجين ده هو دوت اللي بيشد بعدين. نعم. عشان كده بقول النتيجه بعد 4 شهور او 6 شهور هي دي النتيجه الواضحه للخيط، مش بعد الخيط على طول. العادي دلوقتي ان بعد الخيط على طول في شد حلو. نعم. الشد النهائي او الحقيقي اللي هو بعد 4 شهور. بعد 4 شهور بعد ما تكوين الكولاجين. نعم. تقدر تعيد البروسيجر هذا تسوي خيط مره ثانيه؟ مفيش مشاكل خالص بالمره. نعم. لان هي كلها خيوط دايمه وما فيش تفاعل مع اي ماده. ماده الخيط معروفه من زمان، يعني احنا بتستخدم في العمليات الجراحيه، فمش ماده جديده. وماده بتدوب فمعروفه وما فيش منها اي خوف. نعم. والثيرماج دكتور، شوف انا جايتك اي ديد ماي هوم ورك، ومن لقاءات سابقه مستفيده منك عدل، فحافظه للحين. الثيرماج يعطي نفس نتيجه الخيط؟ مش نفس النتيجه. نعم. الثرماج كجهاز يعتبر ممكن اول جهاز ظهر وفعال للشد. نعم. واشهر جهاز لغايه دلوقتي وعليه ابحاث كثيره. نعم. طبعا درجاته بتبقى محدوده شويه، عشان الاحظ الفرق لازم اكون واخد صوره قبل الثرماج وبعد 6 شهور عشان اعرف اشوف انا وصلت لغايه فين، لان النتيجه بتبقى تدريجيه ومش واضحه كتير، ففي كتير ما بقدرش يلاحظ الفرق اللي بيحصل على البشره. نعم. فنتائجه حلوه، لكن الخيط بيبقى بيدخل بشكل اعمق شويه من الثرماج، ونتيجه بتبقى اوضح من الثرماج اكيد. اخر شيء نتكلم عنه دكتور اللي هو البوتكس، واللي هو سبب زيارتي لك، وعشان شيء صار اللقاء هنا ما صار بالاستديو، لان الكل الحين ايضا يتكلم هذه طريقه قديمه، الابتسامه، احنا دائما عبوسين ومتجهمين، ففي طريقه بالبوتكس تحقن ما ادري وين، انت الخبير وانت قول لي، وتخليني سعيده فجاه شيء على طول اكون سعيده، فهل حقيقي في مثل هالتقنيه هذه؟ هو البوتوكس طبعا بيأثر بيرخي العضله. نعم. فاحنا لما نيجي نبص مثلا للضحك، في عندنا في عند الفم في 3 عضلات طالعين من عند الزاويه. نعم. فلو اثرنا على العضله اللي على الزاويه من هنا فده بيقلل شويه الخط الموجود. نعم. ولو مثلا حقنا البوتوكس في العضله اللي نازله هنا فبيرفع اللي هي زاويه الفم، فبيبقى نعم. الابتسامه احلى والوجه مش عبوس، بيبقى احلى. نعم. بس بنخلي بالنا المنطقه دي فيها اكتر من عضله قريبين من بعض، فلو جه نقطة منها أو كمية بوتوكس على عضلة تانية ممكن تغير شوية من شكل الضحك. هذا سبب إن لازم نختار الأيدي المختصة والخبيرة وما نروح للأماكن اللي مو واثقين فيها. فهل راح نسوي اليوم ابتسامة دائمة؟ بس انتي ابتسامتك دائمة يعني. لا صدقني عبوسة، صدقني أبي يعني شي أكون، يعني شفتوا إن البوتوكس يقدر يخليكم سعداء فقط لمجرد إن أنت سويت بوتوكس. والنفرتيتي؟ النفرتيتي طبعا النتيجه حلوه جدا. نعم. هنا في عضله خفيفه جدا ماشيه من عند الخد ونازله على الرقبه، فبنحط على الفك على مدار الفك نفسه البوتوكس، وبنحط تحتيه كمان، فبيحدد يعني بيحدد شكل الفك والرقبه الزاويه اللي هنا كمان.
وهذه ما منها اي اثار جانبيه؟ لا ما فيش منها اي اثار بالمره يعني. نعم لان احنا بنحطها على العضل، العضل هي بريئه جدا وتحت الجلد على طول، فما فيش منها اي مشكله. واقدر بكره اصور عادي؟ عادي عادي جدا. اوكي نسوي هذا الشيء ولا ما نسوي؟ بس نسوي نبي الابتسامه، نبي ابي اكون فوريفر هابي زين، ونبي نفرتيتي عشان اكون فوريفر يانج. اوكي يلا نشوف مع الدكتور تقنيات جديده وحديثه دائما انا اطبقها على نفسي. يلا خلينا نشوف. مشعل إذا هذه مرقة غلط كل ساعة تحط هيل، تحط ثوم، تحط بصل، أي شيء تلاقيه تحطه. حسيت أنها محتاجة. إحساسك يقول كذي. بس إحنا ترى جاهزين، بس أنا ناطر الأخت. إيش تسوي؟ ناطرها تصحى. نعنش شوي. إنزين تمزهب لها الصوص هذا. مزهب الصوص خالص ها؟ بعد ناطر شوي خلينا نشوف. أنت شيء تشيك. إيه شوي. أنا أعتقد استوت. صحيح؟ اي انا اعتقد استوت. زين وبعد على الراوي عاد كيفك؟ احنا بحد يشيلها يحطها هني. انت؟ وين الشياله؟ انا عادي اشيلها احطها هني، ترى انا ما اخاف من الدياي. لا ما تشيلها بهذا. لا اكيد في شيء ثاني، اكيد راح. هو في شيء، في شيء انا لقيت كنت يعني وهو موجود. زين؟ حلو؟ ايش رايك على ما تلاقي اللي انت قاعد تدور عليه؟ ايه؟ اكيد مو هذا، اكيد مو فازه. شوفي انا بسحبها. حطها هني عرفت. خليني اطلعك فاصل عشان تلاقي ظلتك ونرجع مره ثانيه. اي احنا بنرجع راح تكون هي هني بشكل او باخر. باخر. نعم. من اكثر الاشياء اللي تساعد المراه على انها تكون عنصر مسيطر بشكل ايجابي في منزلها انها تنتبه على تصرفاتها في حال الغضب، والمطلوب منها انها ما تصدر قرارات او اوامر انفعاليه، وعليها انها تنطر لين توصل لمرحلة الهدوء ويختفي مارد الغضب، والصمت في لحظات الانفعال أفضل من الندم. زاوية مهمة في حياتي هي الزاوية القانونية، اللي راح نتكلم فيها عن بعض الأمور والنصايح اللي مهم على كل امرأة إن تطلع عليها وتعرفها وتكون الصورة واضحة بالنسبة لها. نصائح مختصرة بتكون مع المحامي سعود العبد المحسن. مساء الخير. نتكلم اليوم عن مسؤولية الطبيب في الجراحات التجميلية. انتشرت اليوم بالكويت كثير من العمليات الطبية في دولة الكويت، وكثير من الأطباء يزاولون هذه العمليات عبر عياداتهم الخاصة وعبر المستشفيات أو عبر عيادات خارج دولة الكويت. طبعاً لما نتكلم احنا عن العمليات التجميلية تنقسم عندنا عمليات تجميلية إلى قسمين، قسم ضروري وقسم تحسيني. طبعاً العمليات الضرورية التحسينية هي عمليات تعتبر تحقيق نتيجة بالنسبة للدكتور، أما عمليات الضرورية تعتبر من العمليات اللي هي بذل عناية الطبيب وليس تحقيق نتيجة. عادة المريض يفتقد إلى تبصير من الطبيب، والطبيب بحاجة إلى أن يقوم بتبصير المريض عن مضاعفات العملية الجراحية اللي يقوم فيها، سواء كانت تحسينية أم ضرورية. كل العمليات الجراحية اللي يقوم فيها الطبيب مرات أغلب المرضى ما عندهم تبصير عن طريق الطبيب، تبصير في مدى حالة المريض، وأيضاً ما نوع العوارض الجانبية اللي ممكن يعاني منها المريض في المستقبل نتيجة العملية الجراحة التجميلية. طبعاً من مفترضيات عمليات التجميل أن الدكتور دائماً يقوم بهذه العملية الجراحية لازم يكون صاحب مؤهل علمي، وأيضاً يكون معتمد لدى وزارة الصحة، وأيضاً حاصل على ترخيص لمزاولة هذه المهنة. طبعاً هذا الالتزام يسأل عنها الطبيب عن طريق المسؤولية المدنية، وهي المسؤولية التعويض نتيجة الأخطاء أو الإهمال الطبي في عدم مراعاة الأصول الطبية في إجراء مثل تلك العمليات. طبعاً المسؤولية المدنية بالنسبة للطبيب هي مسؤولية تعويض،
ومسؤولية الطبيب في هذا الجانب عنده مسؤولية تأديبية اللي هي الفصل أو الإيقاف على العمل نتيجة إخلاله في إجراءات وواجبات المهنة. طبعاً المسؤولية الجنائية اللي تكون على الطبيب هي مسؤولية اللي تشكل خطأ جسيم على جسم المريض واللي ممكن يحاسب نتيجة الإهمال أو الخطأ الطبي، وبذلك هذه المسؤولية يعاقب الطبيب بالحبس أو بأي من نوع من الغرامات نتيجة ارتكابه خطأ بحق المريض. طبعاً لا نخفي عليكم أن اليوم أغلب المرضى قاموا يصيرون ضحايا الصحف الصفراء نتيجة عدم اتخاذهم الإجراءات المتبعة لدى وزارة الصحة في تأكد من هذه المستشفيات أو العيادات معتمدة لدى وزارة الصحة. لازم هنا يتأكد المريض أن وضع صحته بين أيدي الأطباء اللي هم أمينين على اتخاذ الإجراءات المهنية والطبية في حمايته وحماية صحته بمأمن وسلامة. طبعاً هني لما نتكلم أغلب القضايا اللي تواجه المرضى وهو عدم تأكد الطبيب من غرفة العمليات أو الغرفة اللي راح يقوم في إجراء مثل هذه الجراحة سواء كانت ضرورية أم تحسينية. طبعاً يتأكد لازم الطبيب من الإصطاف المعاون حق الطبيب من المعدات اللازمة لإجراء مثل هذه العملية ومن المعدات الطبية اللي تستخدم في إجراء مثل تلك العملية، أن تكون هذه الأدوات معقمة، أن يتأكد الطبيب أن المريض فعلاً قادر على القيام في مثل هذه العملية التجميلية، لأن للأسف بعض الأطباء قاموا يستخدمون العمليات التجميلية بقرض الربح والتجارة وليس بقرض علاج المريض وإتمام صحته بشكل جيد. طبعاً المريض لازم يتأكد من شغلة واحدة، إنه لما يسافر خارج الكويت ويعمل نوع مثل الجراحات التجميلية بسبب رخص المادة وبسبب التكلفة القليلة وبسبب كثرة العيادات الخارجية اللي تعطي عروض ونوع من الامتيازات للمريض بغرض إتمام مثل هذه الجراحة، لازم تتأكد أن أنت متجه حق العيادة الصحيحة والسليمة، لأن ممكن أنك أنت تضحي في صحتك نتيجة مال أو تكلفة بسيطة عليك. تأكد أن في وزارة الصحة في الملاحق الصحية خارج دولة الكويت اللي ممكن تساعدك وتعطيك التوعية الصحية في أنك أنت تختار الطبيب الأمثل اللي يقوم في علاج صحتك أو أي نوع من الجراحة التجميلية اللي أنت بحاجة لها. أخيراً لا تحرم نفسك من أنك تكون صاحب صحة جيدة، وتأكد أن الصحة دائماً تاج على رؤوس الأصحاء، وكثير من المرضى يتذمر بعد ما يتم اختيار عيادة بسيطة وبسعر أقل نتيجة عرض كان مغري وبالأخير خسر صحته وحياته بسبب ضعف المال. وأخيرا عليك كمريض أنك تحتفظ في كل أوراقك الطبية المختومة والمذيلة بتوقيع الطبيب المعالج، لأن ممكن أنك أنت ترجع في يوم من الأيام وتحاسب الطبيب المخطئ قضائيا وتاخذ حقك بالتعويض المدني والجنائي والتأديبي لإيقاف مثل هذا الطبيب. وشكرا. تفضل مشعل، ورنا اللمسات النهائية. هذا السوس طال عمرك. شو اسمه؟ السوس. السوس؟ إيه. ثلاث أيام أتعلم أقول. لا شيف. نعم. لا ما دام إنك قلت سوس. شيف معتق. شيف. هذا طال عمرك. إيه. طبعاً معلش أنا آسف، أساس المطبخ السليم اللي هو. شيء نظيف يكون. نظافة. إيه. عرفتي؟ أنت كل الألوان اليوم طلعت. كل شيء. مباراتنا إن شاء الله الجاية يوم الجمعة. عرفتي؟ فاحنا نظفنا كل شيء. هذا يبقى العيش سويناه، شوفي يبقى عيش نثري. ها؟ ما نشوفه إيه؟ بالايد. مشعل. لا لان انا بسيط. اللي سويته انا اللي سويت هذا غلط. مطبخ شو اسمه؟ عرفتي؟ فهذا نثري عشان اوري حق سادة مشعل، نثري مو عين، يسمونه نثري مشخول، بالبحرين يسمونه شنو قلت لي؟ ابو زياد شنو؟ بالبحريني العيش. شيلاني يسمونه شيلاني. شيلاني. وحطينا لك طال عمرك شو اسمه؟ انزين الحكوكه. الحكوكه خلصنا. بصراحه انا يعني لا اخفيكم سرا ان الريحه عجيبه.
فعلا أيه؟ قبل خمس دقائق قبل لا يحترق عمدا في سموكي 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 طلع مكياج وهالاشياء هذه ما راح تحط منهم شيء؟ لا انا كنت بستعين فيهم بشيء ثاني اني بسوي مرق أيه؟ بس البصل هذا مستوي زين انا اقول إن البصل يعني والله قاعد تنقذين الموقف أيه؟ البصل شيء وايد مهم مفيد مع شويه مفيد نعم والثوم المطبوخ على فكرة وايد مفيد حق الجسم خصوصا الناس اللي عدوا مرحلة 30 حق المفاصل مو حقي يعني لا 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 حق ولا حقك ولا حقي ولا حقي احنا توقنا بالتعش نعم حق نتكلم هالكلام شريحة هاي البصل ريحة البصل مع الجميلة جميلة 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 انزين الحين هذه شنو هي مرقة ولا تشيكن بالصوص ولا شنو هو بالصوص هذا شو اسمه مع طبعا احنا ليش نخلي العيش كذي حق الناس ايه؟ اللي يبون فول كارب ايه؟ يروحون نادي او قاعد يتمرنون هذا فول كارب فول كارب مع نعم لا ملح زياده ولا اشياء زياده هذا كارب رسمي هني البروتينات مع شويه الاشياء هذه بروتينات جاهزه جميله جدا ما اسعفنا الوقت للاسف ان احنا نسوي الخضروات ما له داعي أساساً. كلش ما له داعي الحمد لله انه ما اسعفنا الوقت زين ما اسعفنا لان هذه وجبه انا اشوفها انها مغذيه نعم. وانا كنسل العيش لان انا دايت تبين اقول لك شغله اي شوفي يبا هدك من هذا اي هدك من هذا اي قول شغلتك لان انا عندي شغله وايد مهمه بقول عنها الحين يبا بدال ما هذا انا جايب لكم سندويتشات عشان لا تغامرون اي والله فليش واحد يدعي علي هاي سندوتشات هذه زعتر نقانق شنو مرتدلة نقانق زعتر رهش رهش شلون رهش بس على فكره يعني هذا ممنوع اللمس لا لا ولا حتى التصوير تاخذ البيت صح وحياتك بطقه شو ما ارفع قضيه على الديايه تتذكر اول الزواج مشعل الله صدق اي انزين في كرفسه صارت يقولون انت وايد خواف يعني الواحد بشي يسوي لك انت تخترع لا انا مو سالم بالبيت امشي ايه؟ وزوجتي كلها تحب تنقزني كلها تخرعني اعرف شو بني ادم لازم انقز فطحت وطاح عليك العلاق وكل الهدوء طيح هذه ايه؟ من خشي ورا الباب داشه يتدد بروح اصلي شوفي نيتي كلها صافيه من خشي ورا انا خرعتني نقز طحت على الستاند مال الهدوم طاحوا علي الهدوم ايدي تعورت دم طلع اطل ولا هذه تضحك كان بداية الزواج عرفت هذا الحين شنو هذا حتى شكله هذا انا ما باكل من هذاك لان انا ليش ترى على فكره صراحة. هذا خوش شباتي زين زين بس ما يقال وين المطعم اي هذا تقعدنا الصبح اشتهينا شباتي انا والاهل ايه فطلبنا من هذا نعم هذا الصبح هذا من الصبح اي هذا اللي باجي ماله زين انا ما راح اكل لا بالعكس الحياه تجربه احد الوجبات السريعه الحين عقب البرنامج تعزمني انت زين والله حلو ذوقي هذا زين لا انت بالعافيه والله احنا الناس نسوي دايت حلو صدقني انا حتى هذا ما عجبني كل شيء مو عاجبك خلاص العشاء عليك قاوني كل الشكر لك مشعل الله يحفظك نورت حياتي نور فيك وحياه مشاهدينا الله يحفظك وعن جد الريحه خنينه لا هي الريحه حلوه بس احنا فعلا الدياي محتاجين وقت عشان يستوي نعم فتش الثلج وتصحى هي عشان تصحى بعد حتى هي تقول لنا رايها تقول لنا رايها نعم بالحلقه بالحلقه نعم شكرا لك مشعل دكتور او عفوا الاستاذ اللي مشى اكيد ما اعطيناه عين ما نجبنا له تنقص له بعدين اي والله تالي ننجب له تالي ننجب له نعطيه شو اسمه ندز له يبغى يشوف وين مكانه ندز له الاغراض كل الشكر لك مشعل نورتنا الله يحفظك مشكوره ومشكورين الاستاف والرائع الراي على عين الراس وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من حياتي لكن تواصلي معاكم بيستمر ويتجدد الأسبوع القادم بنفس الوقت ونفس هالحزة هالحزة هذه حق وايد ناس قريبة من موعد النوم وأنا أقول لكم آخر شيء تسوونه قبل لا تنامون هو الابتسامة وفكروا أن باكر بيكون أحلى وأن الحياة جميلة وحلوة وشريك الحياة ما يستحق أنكم تخلونه ينام بدون ما يشوف ابتسامتكم مع السلامة.